وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان بالله لا يتحقق إلا إذا آمنت بعدة أمور، متى ما اختل واحد من هذه الأمور فإنك تعتبر كافرا بالله غير مؤمن به. الأمر الأول أن تؤمن بوجوده تبارك وتعالى، وأن تقر إقرارا جازما بأن الله موجود. هل الإيمان بوجود الله كافي؟ الجواب لا، لابد أن تقرنه بالإيمان الثاني، وهو الإيمان بأنه رب كل شيء، فلا رب إلا الله عز وجل. والربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله من الخلق، فلا خالق إلا الله، والملك فلا مالك إلا الله، والتدبير والتصريف فلا مدبر ولا متصرف في الحقيقة في هذا الكون إلا الله عز وجل، ولا محيي ولا مميت على الحقيقة إلا الله. وهذا التوحيد كان لا يقر به المشركون كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللات العزى هبل، لا ليقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. وهذه علوم صارت واضحة لأهل السنة والجماعة. وأجمع أهل السنة على أن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية غير كافي للحكم بالدخول في الإسلام. لما؟ لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ولكن لا يتضمنه، فليس كل من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت يكون مقرا بالتوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. وأجمع أهل السنة على أن توحيد الربوبية إن ذكر في الأدلة فلا يذكر تقريرا، وإنما يذكر استدلالا على التوحيد الأعظم وهو توحيد الألوهية. فإذا الرسل ما جاءت لتقرير توحيد الربوبية، لا، وإنما جاءت لتستدل بتوحيد الربوبية على المطلوب الأعظم الأفخم وهو الألوهية. وأجمع العلماء على أن أحدا من الخلق لم ينكر توحيد الربوبية باطنا، لأنه من العلوم الفطرية لا يستطيع الإنسان أن يخرجه ولا أن يجتثه من فطرته. الآن لو قلت لك 1+1=10، هل تستطيع أن تصدق؟ طيب حاول أن تخرج 1+1=2، أخرجها من قلبك المعلومة وأبدلها بمعلومة أخرى. حداك العلوم الفطرية الثابتة ما تجتث. لكن الخلق، بعض الخلق استطاعوا أن ينكروه ظاهرا، كفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، والدهرية لما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، أنكروه ظاهرا. أما باطنا فأتحداك أن تجتث هذا العلم من فطرتك أبدا. علم مفطور بأن الله هو ربك. ولذلك متى ما وقع هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون وجوده أو ربوبيته في مأزق، متى ما وقعوا في مأزق فإن فطرتهم مباشرة تدلهم على من؟ على الله عز وجل.